حقد كبير من طرف سي تاع حفيظ دراجي عليا انا، ما يحبنيش فهمت، ما يحبنيش من زمان وهو ها، وهذا نقول لك واش قال واحد الوقت، ونجيب لك الشهود اللي قال لهم، قدم والله ما يخدم في الخارج وما نخليه يخدم 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 في اي نادي ولا بلد اخرى. حلفوا عليا وهو منهم، فهمت؟ نرجع درك الكلام نتاعو، درك هو ديما يعطينا دروس، هو أو قاعد في الخارج بعيد عن الجزائر ويتكلم على ليون وهذاك، هو لماذا هو راهو في الدوحه؟ لماذا عنده فهمت؟ هو يتكلم على المبلغ، عنده سياره فخمه وهذاك، هو ما عنده سياره فخمه وما عندوش كفاسمو مبالغ كبيره اللي راهو ياخذها، يجي يعطينا ديما دروس مش غير في الرياضه، دروس السنه. هو كأخي خبير سوا ديزون تاع الرياضه، لكن بعيد على باسكو منافق كبير. منافق هو يعني حتى لا اسمح لي، لا لا منافق خاطر ما دخل حتى في السياسه وينافق ويوصل حتى للرئيس ويوصل نو انسان شوف يمد دروس، هذاك هو البروكيرور تاع الجزائر، هذاك هو يعني حاكم منصب، واش اروح عيش لهنا، اروح شوف الامور وساهم باش تنقذ الجزائر في رايك وضعيه صعبه خاصه في جميع الاشياء.